رانيا يوسف بتقول بنتي تعمل اللي هي عاوزاه مهما كان طالما عدت 21 سنة. ايه القصة وايه حقيقة التصريح ده؟ رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية قالت لو جه الشخص المناسب لبنتي او ولادي هقنعهم ان هما ما يتجوزوش غير لما يتموا 30 سنة. يصبح هنا الفنانة رانيا يوسف عندها قناعة ان اي ارتباط رسمي قبل سن ال30 هي مش موافقة عليه حتى لو ولادها وبناتها. والجزئية التانية طبعا انتوا كلكم شايفين بنتها اللي بتطلع معاها في المهرجانات وبتلبس نفس الفستان اللي من غير بطانة، لو تفتكروا الصور دي كلها كانت موجودة، فاعتقد ان ده بيعكس برضو هي بتفكر ازاي في اهل بيت. نرجع لموضوعنا في الجزئية الخاصة ب30 سنة، ان هي مش هتبقى في اي ارتباط رسمي غير لما يبقى عندهم 30 سنة. ولكن خد بالك بقى، ولكن طالما عدوا 21 سنة يعملوا اللي هم عاوزينه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ام، يعني ام بتقول هذا الكلام لبناتها او لبنتها، طالما عدتي 21 اعمل اللي انت عاوز تعمليه، ما اقدرش امنعك ولا اتدخل في حياتك، ولكن مش هتتجوزي رسمي غير لما تتمي 30 سنه. هو انا اللي بقول ده؟ هي اللي بتقول زي ما انتم شايفين في هذا التصريح. طبعا قمه العبث وقمه الـ 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 الكلام الغير مسؤول من فنانه مفترض ان هي ليها جمهورها ومفترض ان الناس بتتابع كلامها واخبارها. وتخيل لو هو ده الاتموسفير والبيئه اللي هي عايشه فيها مع بنتها وبتدعوها لمثل هذه الافعال والتصرفات. اعملي انت عاوزاه طالما تمتي 21. طب وماذا عن الدين؟ الحلال والحرام، المنطق، الاصول، وليه ما يبقاش فيه جواز غير بسن ال30؟ ما في ناس كتير جدا بتتجوز قبل سن ال30 طالما كل الامور فيه شغل ووظيفه وحياه مستقره وعلاقه على شرع الله راقيه ومحترمه. ايه اللي قعدني لغايه ال30؟ يعني هي من وجهه نظرها ان النضوج ما بيتمش غير لما توصل ل30 سنه. طبعا تصريح مستفز جدا، غير مفهوم وغير مبرر، ولكن يشرح العلاقه الاصيله ما بين صاحبه الفستان اللي البطانه واستنسخها.